أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص قيادتي مصر وبيلاروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي رومان زولوفينيسكو بالعاصمة الإدارية، أعرب مدبولي عن تطلعه إلى استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. في إطار حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وهو ما عكسته زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مينسك في عام 2019 وكذلك زيارة فخامة الرئيس لوكاتشينكو إلى مصر مرتين عامي 2017 و2020 ونتطلع الحقيقة لاستمرار وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين بلدينا خلال المرحلة المقبلة ويسعدني ان اؤكد على ان العلاقات الوثيقه بين بلدينا تمتد الى كافه المجالات التجاريه والصناعيه والتجارية.